الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله مع هذا المثل العظيم من أمثال القرآن. يقول الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ما هو موضوع الآية؟ الوفاء بالعهد مع الله، وعدم نكث العهد، وعدم التولي والنكوص على العقبين والارتداد وإبطال الأعمال الصالحة. فيقول تعالى: ولا تكونوا، يعني يا أيها المؤمنون الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يقول لهم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. لا تكونوا في نقض العقود والعهود بينكم وبينه وبينكم وبين عباده. إذن موضوع المثل حول قوله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وبعهد الله أوفوا. طيب، المثل المضروب: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، من هي هذه؟ حكى المفسرون أن امرأة خرقاء حمقاء كانت في مكة في قريش بها مرض نفسي ووسوسة وضعف في العقل، اتخذت مغزلا تغزل الصوف والشعر والوبر وتأمر جواريها بذلك، فكنا يغزلن من الغداة يعني من الصبح إلى نصف النهار، حتى إذا أوشكت على إتمام غزلها آخر النهار كرت على جميع غزلها ما غزلته هي وجواريها فنقضته وخربته وأفسدته وحلته، فرجع خيطا كما كان، وكل الغزل والشغل الذي حصل انتهى، ثم تعود لتغزل مرة أخرى ثم تنقضه، وهذا دأبها وهذا شأنها، يعني من حمقها وسوء تصرفها وقلة عقلها هذا شأنها. ضرب الله تعالى مثلا بهذه المرأة في إفسادها لعملها بالذي ينقض عهده مع الله بعد توكيده، بعدما أمر الله بالوفاء بالعهود وحرم نقضها وعدم إفساد الطاعات بالرياء والمن والأذى والعجب وعمل السيئات التي تذهب بالحسنات. قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. لاحظوا استعمال كلمة نقضت غزلها في مقابل نقض العهد. ولا تكونوا في نقضكم لعهدكم مع الله كمثل المرأة التي نقضت غزلها من بعد قوة وإحكام وإبرام وغزل، فحولته أنكاثا، حلته وصار خيوطا كما كان قبل الغزل، فتعبت وأضاعت وقتها ولم تستفد سوى الخيبة والعناء لسفاهتها وضعف رأيها. ولذلك من نقض العهد مع الله سيعود أمره إلى الخسران
كما عاد أمر تلك المرأة. وهو يوصف الذي نقض عهده مع الله بالجهل ونقص الدين والمروءة والعقل. في أحد بعد ما عاهد الله ينكث؟ في أحد بعد ما عاقد ربه يفسد هذا العقد وقد أبرمه وقد جعلتم الله عليكم كفيلا؟ قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وهذا بينا معناه. ثم قال: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، يعني في حال إفسادكم للعقد والعهد أنتم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. الدخل ما يدخل في الشيء لإفساده، لو دخل في شيء أفسده. تتخذون أيمانكم الحلف خيانة وخديعة ومكرا، تجعلون الأيمان وسيلة للإفساد. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم فتحلفون بها على أنكم ستوفون بالعهد ولن تخونوا ولن تغدروا، ثم خديعة وغدرا تفسدون كل شيء، تضمرون الغدر والإفساد دخلا، وتنتقلون من العهد المؤكد الشديد والميثاق الغليظ إلى الخيانة والغدر والإفساد. ثم قال: أن تكون أمة هي أربى من أمة، يعني لا تنقض العهود طمعا في التحالف مع أناس آخرين من المشركين أو من الكفار أكثر مالا وأعز نفرا في ظنكم. كان المشركون يحالفون الحلفاء، فإذا وجدوا قوما أكثر منهم وأعز نقضوا الحلف مع الأولين ودخلوا مع الآخرين ابتغاء العزة. ويحلفون للطرف الأول ويعاقدونه ويعاهدونه، فإذا أمكنهم الغدر بهم غدروا، فنهى الله المؤمنين عن ذلك وقال لهم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. فبعد بعد المعاقدة والمعاهدة تنكثون وتحلون كل شيء وتفسدونه، وتستعملون اليمين في الغدر والمخادعة لأجل أن تنضموا إلى طرف تظنونه أقوى كما كان يفعل الكفار. فتكون الآية تحذيرا للمؤمنين من نقض العهد مع الله والغدر، وأن لا يغتروا بكثرة الكفار وسعة أموالهم فينقضوا بيعتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام ويوالون الكفار ويتعاقدون معهم رغبة في الانضمام إلى الأقوى فيما يصور لهم الشيطان. وذكر في الآية أن هذا التصوير من الشيطان للمشركين هم أقوى وأعز نفرا والانضمام إليهم مكسب، ولو تمت الخيانة في عهد الله، أن هذا ابتلاء. فقال في الآية: إنما يبلوكم الله به، يعني يختبركم بأمره لكم بالوفاء بالعهد، هل ستخونون وتغدرون أم ستوفون وتتمون، فيظهر الوفي من الخائن.
وقيل في قوله عز وجل إنما يبلوكم الله به، يعني يختبركم بكثرة الكفار وقوة الكفار، هل ستنقضون عهدكم معه وتذهبون إلى أولئك؟ أم ستتمسكون بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو عهد مع الله وتوفون له؟ ثم قال تعالى وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، فيجازي كل عامل بعمله من خير أو شر، ويجزي بالثواب من أتم العهد وثبت عليه، ومن غدر وخان ونقض. وكان الصحابة رضوان الله عليهم في المكان العليا من الوفاء بالعهد للنبي صلى الله عليه وسلم، وثبتوا على عهدهم مع الله، والله مدحهم فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وصلى الله على نبينا محمد.